التسع حقائق نفسية لا نعرفها عن أنفسنا. هل تبقي الباب مفتوحاً ليمر الآخرون؟ هل سبق لك واخترت موقفاً بجانب سيارة أخرى في موقف سيارات شبه فارغ؟ نفعل جميعنا هذه الأشياء، ولكن يصعب تفسير السبب وراء القيام بها. عندما نظرنا إلى ما يقوله العلماء حول هذا الأمر، اكتشفنا أن هناك تفسيراً بسيطاً لكل قاعدة لا يحكى عنها. 9. نخفض الصوت أو نوقفه عند القيادة في أماكن غير مألوفة. تخيل أنك تقود سيارتك لحضور اجتماع مهم في مكان غير مألوف. من المرجح أنك ستتوقف عن التحدث إلى الركاب الآخرين وتخفض صوت الراديو أو توقفه تماماً وتركز على الطريق حتى لا تضيع. أثبت الدكتور ستيفن يانتس البروفيسور في جامعة جونز هوبكنز أنه في اللحظات التي نركز فيها انتباهنا على الاستماع نكون أقل وعياً بالمعلومات البصرية التي يحصل عليها دماغنا. لهذا السبب نحتاج غالباً إلى إيقاف الضوضاء في الخلفية حتى لا نفوت اللفة التي نحتاجها. عملية تعدد المهام أكثر صعوبة من إنجاز أمر واحد، كما تتطلب قدرات معالجة إضافية من مناطق الدماغ المسؤولة عن هذه المهمة. 8. نقوم بالإشارة أثناء الحديث. إذا لم تكن يدانا منخرطة في نشاط معين أثناء المحادثة، فإننا نبدأ في العادة بالإشارة بها. لدى الإيطاليين لغة إشارة كاملة باليد، ولكن هل تعلم أن الفضل يعود للسمك على هذه الحركات العاطفية؟ كشف البروفيسور أندرو باس من جامعة كورنيل أن غريزتنا للإشارة أثناء المحادثات جزء من عملية تطورنا، حيث اكتشف العلماء كيف تطورت الشبكات العصبية في الدماغ والتي تساعدنا على الإشارة والتحدث، ووجدوا أن الإشارات الاجتماعية التي تستخدمها الطيور والثدييات بما في ذلك البشر تأتي من الدماغ المؤخر للأسماك، وهو السبب في أن اقتران الكلام مع الإشارات له أصل تطوري. ينشأ الحديث وحركات اليد من الجزء نفسه من الدماغ. 7. نركن سياراتنا بالقرب من سيارة أخرى، خاصة إذا كان موقف السيارات مهجور. يفسر هذا السلوك حقيقة أن البشر كائنات اجتماعية. نقضي 70 إلى 80% من ساعات يقظتنا منخرطين في شكل من أشكال التواصل، غالبا ما نتبع الحشد، ولهذا السبب نركن سيارتنا تلقائيا بالقرب من السيارة الأخرى الوحيدة في موقف السيارات. بحث روب هندرسون مساعد باحث في جامعة ييل في هذا الموضوع، ولخص عدة أسباب وراء اتباع الناس للحشد. السبب الأول أن عدد المنتجات والخدمات حولنا عال جدا، وليس لدينا وقت كاف لاختبارها جميعا، وهو السبب في أننا نستخدم الأشياء التي اختبرتها الأغلبية بالفعل. وهو السبب أيضا في أننا كثيرا ما نسمع في الإعلانات التجارية أن هذا المنتج يوصي به 9 من 10 خبراء. نحن مطالبون باتباع الحشد. اتباع الحشد أمر طبيعي وليس دائما أمر سيء، حيث يمكن أن يساعد على التغلب على المخاوف، وقد أثبت عالم النفس ألبرت باندورا ذلك في تجربة، حيث سمح لمجموعة من الأطفال الذين كانوا يخافون من الكلاب بمشاهدة قرينهم البالغ من العمر 4 سنوات يلعب مع صديقه المنفوش لمدة 20 دقيقة في اليوم لـ4 أيام متتالية. وبعد هذه الأيام الأربعة أراد 67% من المجموعة اللعب مع كلب، واستمرت هذه الرغبة حتى بعد مرور شهر. 6. لا يستخدم الرجال المبولة المجاورة. المساحة الشخصية والخصوصية مهمة لنا جميعا. أثبت رالف أدولف ودانيال بي كينيدي وهما طبيبا أعصاب في جامعة كالتيك أن هناك هيكل خاص في دماغنا يحدد حدود مساحتنا الشخصية. وبالفعل فإن حدود هذه الفقاعة الشخصية تختلف ليس فقط بالاعتماد على كل ثقافة بل على كل فرد، ونتيجة لذلك يمكن لبعض الناس تحمل الاقتراب الشديد لبعض المجتاحين، فيما يتوتر الآخرون عندما يوشك شخص ما على تعدي حدودهم غير المرئية. ويركز علم مبحث التداني على أهمية المساحة الشخصية للبشر، ووفقا لهذا العلم فإن القلق يأتي في الغالب من الاجتياحات اليومية وتقليص الفقاعات الشخصية. لا يرغب معظم الناس في استخدام المرحاض تحت النظرات المتجولة من عيون شخص آخر، ولهذا السبب يفضل الرجال استخدام المبولات التي تبعد بعض المسافة عن الآخرين. 5. لا نأخذ آخر قطعة بيتزا أو دونات.
من المحتمل أننا جميعاً نعرف عدداً قليلاً من الأشخاص المذنبون بالقيام بذلك. يقوم بعض الناس بأخذ القطعة الأخيرة من البيتزا، ولكن هناك استثناءات لكل قاعدة كما تعلم. قاعدة القطعة الأخيرة غريبة جداً لأنها تتناقض مع الكثير من البحث حول النقص. من المفترض أنه كلما ندر المنتج كلما رغبنا به أكثر، ولهذا السبب نسمع غالباً عن أن كمية المنتج المعروضة للبيع محدودة. ومع ذلك فقد ذكر العالمان دانيال أي إفرون وديل تي ميلر من جامعة ستانفورد أن الناس في مجموعة كبيرة لا يأخذون آخر قطعة من البيتزا أو الدونات أو العلكة لأنهم لا يشعرون بأن لديهم الحق للقيام بذلك. ويطلق المختصون على هذه الظاهرة تفرق الاستحقاق. 4. يفضل الرجال عدم السؤال عن اتجاهات الطريق. وفقاً لمسح أجرته شركة تريك إيس، فإن 6% فقط من 1000 رجل الذين تم استطلاع رأيهم قالوا إنهم سيسألون شخصاً غريباً عن اتجاهات الطريق في حال ضياعهم. وفي نفس الدراسة تم اكتشاف أن الرجال يسوقون في المتوسط نحو 900 ميل 1448 كيلومتر إضافي خلال 50 عاماً من حياتهم لأنهم يرفضون السؤال عن الاتجاهات، وهذا يهدر حوالي 225 ساعة. حاول الدكتور مارك جولستون شرح الأسباب وراء ذلك. في رأيه لا يطلب الرجال المساعدة عند ضياعهم لأنهم لا يريدون أن يشعروا بأنهم غير أكفاء أو ضعفاء أو مهانين. طلب المساعدة يعني في الأساس الاعتراف بأنك فشلت، ومعظم الرجال لا يحبون الاعتراف بذلك. 3. نبقي الأبواب مفتوحة للآخرين. منذ الطفولة نتعلم إبقاء الباب مفتوحاً حتى يمر الآخرون لأنه تصرف صائب ومهذب. ومع ذلك هل هناك أي شيء آخر إلى جانب رغبتنا في أن نكون مهذبين يدفعنا إلى القيام بذلك؟ يقول العلماء نعم. يذكر مقال كتبه جوزيف سانتا ماريا وديفيد روزنبوم بأننا نبقي الأبواب مفتوحة للآخرين لتقليل الجهود الجماعية المستخدمة، وهذا يعني أن الشخص الذي أبقيت له الباب مفتوحاً لن يضطر إلى استخدام طاقته، وفي المرة القادمة عندما يبقي أحدهم الباب مفتوحاً لك لتمر سيمنعك ذلك من استخدام ذلك الجهد الإضافي. وفي الواقع هذا مثال مثالي على القاعدة الذهبية للأخلاق في التصرف: عامل الناس بالطريقة التي تريدهم أن يعاملوك بها. 2. لا نشتري الغرض الأغلى ولا الأرخص. نحاول أن ننفق أموالنا بعقلانية، وهذا هو السبب في أننا نختار في العادة منتجات يتطابق فيها السعر مع الجودة بشكل جيد. ولهذا السبب فإننا نفضل في الغالب عدم شراء أغلى الأصناف ولا أرخصها. ففي الحالة الأولى في رأي العميل يمكن أن يكون السعر مبالغ فيه، وفي الحالة الثانية تبدأ الشكوك حول جودة هذه المنتجات الرخيصة. وعلى الرغم من أننا نعتبر هذا السلوك عقلانياً، لكن تجدر الإشارة إلى أن المسوقين يدركون هذه الحقيقة أيضاً. ووفقاً للدكتورة ليراز مارغاليت، وهي عالمة نفسية متخصصة في تجربة العميل، فإن المسوقين لديهم مجموعة من التقنيات الناجحة، وذلك لأن العواطف والدوافع تؤثر على اختيارات العميل. ولبيع منتجات متقاربة قد يقوم المسوقون عن قصد بوضع المنتج الأغلى إلى جانب النسخة الأرخص، وفي الغالب لا يتردد المشترون وينتهي بهم الأمر بشراء المنتج الأرخص. 1. نضع أقدامنا تجاه الشخص الذي نهتم به. ليست فقط وضعية الجسم نفسه هي المهمة في المحادثات، بل وضعية القدمين أيضا. وإذا كانت قدمي الشخص الذي تواعده لا تتجه نحوك وإنما جذعه، فهذا يعني أن الشخص غير مهتم بالمحادثة. في كتابه ما يقوله كل جسم يشرح جو نافارو أن كل هذا يأتي من طبيعتنا. يتأكد جسمنا من أن قدمينا يمكن أن تتجاوب على الفور إذا شعرنا بتهديد، فهذه هي غريزة النجاة. نبقي ساقينا متقاطعة عندما نشعر بالراحة، لكننا نقوم بتغيير هذه الوضعية على الفور بمجرد دخول مجموعة من الغرباء حتى نتمكن من الهرب بسرعة إذا لزم الأمر. لذلك عندما يشعر الشخص بالملل سيتم توجيه قدميه أيضاً نحو المخرج أو شخص آخر. ما هي القواعد الإنسانية الأخرى التي لا يحكى عنها
والتي ترغب في أن يتم شرحها؟ أخبرنا في التعليقات أدنى، ولا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب وأن تنقر على خيار الاشتراك لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.